تطور خطير قامت عناصر من البوليساريو منتصف الشهر مارس المنصرم باستعمال سلاح وتوجيه طلقات نارية صوب عناصر من بعثة المينورسو في الصحراء. مصادر محلية كشفت أن البوليساريو تسعى إلى الحد من تحركات البعثة الأممية وأنشطتها الرامية إلى تقييد التحركات العسكرية لمسلح أعداء الوحدة الترابية ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار. ويشهد ملف الصحراء تصعيدا في الآونة الأخيرة بعد تهديد جبهة البوليساريو بنقل بنياتها العسكرية والإدارية من تندوف بالجزائر إلى المنطقة العازلة شرق الحزام الأمني تفريتي وبيرلحلو. هذا الأمر رفضته الرباط ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه الجبهة.